الخاص الذي يجمعنا بضيفي الأستاذ حامد عيد أحد مؤسسي مبادرة محبي وعشاق الإسكندرية. أهلا بك أستاذ حامد. أهلا بحضرتك أستاذ. قبل ما أدخل في تفاصيل هذا الحوار والمحاور التي سيتم مناقشتها في هذا اللقاء عن دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة بمفاهيمها المتعددة، الحقيقة يعني بس حابين أن احنا نعزي أنفسنا ونعزي كل زملائنا هنا في القناة والعاملين في مجال الإعلام لفقداننا النهاردة، الزميل المخرج والمصور محمد زكي القط، واحد من الشباب اللي يعني اغتالهم الموت فجأة دون أي مقدمات، وفجع فيه الكثيرين من كل أصدقائه ومن كل محبيه ومن كل أقاربه. الحقيقة هذا الشاب اللي للأسف يعني لم أشرف بلقائه في السابق، لكن كثير من زملائنا هنا في القناة بيحكوا عن قد إيه كان هو بيتميز بدماسة الخلق وطيبة القلب وحلاوة اللسان. هذا الشاب اللي كانوا بيوصفوه دايما بالراجل أو الجدع في زمن، الحقيقة هذه الصفات يعني قليلة جدا أو من النادر أن احنا نلاقيها في هذا الزمن. رحم الله هذا الزميل وهذا الفقيد اللي فجع في كل زملائنا، ونعزي كل أقاربه وأهله وكل زملائه وأصدقائه. ويمكن ده كان من ضمن أحد الأسباب اللي خلت الزميل محمد رمضان يعتذر النهاردة عن حضور هذا البرنامج، وأنا جيت ضيف على حضراتكم بديلا له في هذه الحلقة، على أنه إن شاء الله بإذن الله بدءا من الجمعة المقبلة هو اللي هيستمر في تقديم هذه الحلقات. فأنا بعزيه بصفته زميل وبصفته صديق للأستاذ محمد زكي القط. الحقيقة النهاردة حوارنا عن الشباب، والشباب علشان نبدأ نتكلم عنه ده حوار يحتاج إلى كثير من الحلقات ولا تكفيه حلقة واحدة بأي شكل من الأشكال. الفترة اللي فاتت أو في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجدنا أنه في اهتمام كبير جدا من قبل القيادة السياسية لتمكين الشباب، وتمكين الشباب مفهوم ليس كما يتصور البعض كده هي مجرد كلمة بتتقال على أساس أن احنا نرضي فئة الشباب اللي عددها يتجاوز 60% من عدد المجتمع المصري، ولكن الرئيس لما اتكلم عن الشباب اتكلم بوقائع وحقائق، وأيضا في الإطار ده نظم مؤتمرات شبابية وتحول المؤتمر الشبابي إلى مؤتمر دولي أو منتدى شباب عالمي، فالموضوع خارج من سياق المحلية إلى الدولية. وقد إيه الشباب المنظمين لهذه المؤتمرات وهذه المنتديات أثبتوا أن الشباب المصري قادر على أنه هو يخرج بمثل هذه المحافل إلى العالمية، ونقدر أن احنا نعمل ما لا يمكن أن يتخيله أحد. لكن للأسف كان في المقابل في بعض الناس كانت بتحبطنا من خلال بعض الرسائل السلبية بأنه لا هذه المؤتمرات لم تجد ثمارا و و و لكن هل في منطق بيقول أنه هذه المؤتمرات التي رصد فيها قضايا المجتمع المصري ورصد فيها نموذج محاكاة مجلس وزراء مصغر من الشباب بيناقش كل قضايا المجتمع المصري من صحة من تعليم من أمن من كل القضايا، قضايا الإرهاب، القضايا الاستراتيجية التي تتعلق بحماية الأمن القومي المصري، في حضور القيادة السياسية وفي حضور القيادات التنفيذية في الدولة المصرية؟ الحقيقة أن احنا عندنا نموذج محترم جدا يبين لك قد ايه ان في شباب محترم وقد ايه شباب قادر ان هو يحل المشكلات اللي بيعاني منها المجتمع، ومن خلال مبادرات فردية مش حد دفعه ان هو يعمل ده او بيعمل ده بمقابل. مبادرة محبي وعشاق الاسكندرية مجموعة من الشباب بدأوا منذ نحو 7 سنوات من 2013 ومستمرين الى هذه اللحظة. بدأوا لما وجدوا انه في حالة من الانفصام ما بين القيادات التنفيذية الموجودة في المحافظة والمجتمع نتيجة عدم وجود مجالس محلية، فقالوا لا احنا نكون بديلا لهذه المجالس ونكون حلقة الوصل ما بين القيادات التنفيذية اللي موجودة في المحافظة بمختلف طبعا أشكالها وما بين المواطنين، ننقل مشكلاتهم. وعملوا جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال لو أنا عندي مشكلة بيبدأ
الفرد بيطرح هذه المشكلة وهم بياخدوا هذه المشكلة وبيعرضوها على القيادات التنفيذية. الأستاذ حامد عيد هو أحد مؤسسي هذه المبادرة، المبادرة الطيبة، وهيحكي لنا عن تفاصيل هذه المبادرة وكيف كانت البداية، فكروا فيها إزاي، مين اللي شجعهم، والموضوع تطور معهم إيه، وإيه نتائج هذه المبادرة. أهلا بك أستاذ حامد. أهلا بحضرتك أستاذ محمد، وخالص تعازي للفقيد وتحياتي لجميع القائمين على الصحة والجمال. طبعا أنا سعيد بلقائي مع حضرتك النهاردة. وكانت التجربة بعد ثورة 25 يناير، وكانت حصل حالة من الفوضى وحالة من الانفصام وحالة من الفرقة بين المواطن والتنفيذي. احنا كنا مجموعة شباب موجودين في غرب اسكندرية، كنا مجموعة شباب اجتمعنا على خدمة المواطن، وخدمة المواطن تتم ان احنا نوصل صوته للتنفيذي. بدأنا نعمل جروب على الواتس وجروب على الفيسبوك، في مجموعة كبيرة من التنفيذيين، مجموعة كبيرة من الشباب، مجموعة كبيرة من المواطنين الموجودين، وبدأنا بغرب اسكندرية. وغرب اسكندرية كان ليها طابع خاص شوية في الحرمان أو النقص في الخدمات عن شرق اسكندرية ووسط اسكندرية. فبدأنا نتواصل مع المواطنين. المواطن السكندري مواطن محتاج زيه زي اي زي المواطن المصري، محتاج ابسط الخدمات اللي محتاجها زي المرافق، زي الغاز، زي الكهرباء، التعليم، الصحه، كل دي متطلبات واحتياجات محتاجها المواطن واسرته في بيته. فاصبح ما فيش عضو المجلس المحلي وكان ليه رقابه على الحي، وكان ليه وعضو مجلس المحافظه كان ليه رقابه على المحافظه، فاصبح ما فيش. لحين سن قانون ان شاء الله واللي جاي حاليا في مجلس النواب وسن قانون المحليات. فبدانا من 2013 انا ومجموعه شباب منهم يعني على سبيل الذكر الاستاذ محمد حسين، الاستاذ محمد انور السادات، الاستاذ عمرو حسين، ودول من اصدقائي، والدكتور عزمي جوده، دول اصدقائي كانوا موجودين في غرب اسكندريه. عملنا جروب وبدأنا نتواصل مع المسؤولين. طيب احنا عندنا مشكلة في الشارع كذا، الناس محتاجين كذا. كل دوت كان في تواصل مع المسؤول. المسؤول كان بيصدر قراراته فورا، ودي حاجة يعني الأول خالص لما بدأنا كان الموضوع جديد على المواطن السكندري. وغرب اسكندرية لما نجح وحقق نجاح باهر في غرب اسكندريه، بدات التجربه عممت على مستوى اسكندريه كلها باحيائها ودوائرها كلها. احنا موجود معانا تنفيذيين على اعلى مستوى، وكلاء الوزاره، السيد المحافظ معانا على الجروب، جميع التنفيذيين في جميع الاحياء موجودين على الجروب محب وعشاء اسكندريه. ومعانا كمان في جروب اسمه الازمات والكوارث، ودوت كان طلعوا الاثنين مع بعض يعني، فكان الازمات والكوارث متلاحق مع محب وعشاء اسكندريه. وعملنا شغل كويس جدا. المواطن حس بالموضوع دوت، بدا يبعت مشكلته، بدا يلاقي فيه استجابه من التنفيذي، استجابة من كل ما هو موكل ليه العمل بطريقة بسيطة وسريعة، بنحقق كل احتياج المواطن السكندري اللي هو عاوزه. طيب لو جينا قلنا ليه حصل الكلام ده كله، أنا هاخد الدكتور عزمي. الدكتور عزمي جودة، الدكتور عزمي جودة الدولي لإدارة المخلفات، وهو عضو معاكم في عضو معانا في الأزمات والكوارث ومحب وعشاء اسكندرية. تمام يا دكتور عزمي، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، زي حضرتك؟ الحمد لله زي الفل يا فندم. نتكلم في الاول عن المبادره. المبادره الفكره نفسها فكره محترمه جدا، وفكره تحتاج الى مزيد من الجهد ومن الوقت لتحقيق المبتغى منها. هل انتوا واجهتوا عقبات في بدايه الامر من مدى استجابه المواطنين للتعامل معكم في مساله رصد المشكلات الخاصه بالمناطق اللي هم عايشين فيها، ولا كان في استجابه وحصل نوع من التفاعل ما بين الجهات التنفيذيه من ناحيه وما بين المواطنين من ناحيه اخرى؟ الاول يا فندم خلينا نرحب بيك وباسره البرنامج وقناه الصحه والجمال الجميله دي. يعني اهلا وسهلا بحضرتك. الله يكرمك. شوف يا سيدي، احنا اول حاجه احنا بنشتغل بس على ملف قومي شويه، يعني احنا بنشتغل بوازع وطني خالص، احنا مواطنيين عاديين جدا، ملناش مصالح في اي حاجه خالص نهائيا. احنا انا قبل كده نظمت المؤتمر الدولي
لقضايا المياه في الشرق الاوسط، كان موجود في هيلتون مركز التجاره العالمي، وكان حاضر معانا 17 جامعه من الشرق الاوسط ومن افريقيا يعني. وكان ليه مخرجات قيمه جدا في معالجه المياه وندره المياه ومشاكل المياه، وعرضت على مجلس الوزراء والحمد لله اخذ بيها يعني. الشيء الثاني، لما مع سياده الرئيس عمل مبادره حضرتك اسمها اتحضر للاخضر، ومن هذا المنطلق احنا قلنا نعمل حاجه ندعم بيها الحمله دي، لان الرئيس بيشتغل على ملفات يعني. الملف الاول كان بيقول ان ده عامل الصحه وده عامل المراه وده عامل البيئه، فبدا الرئيس باعلان مبادره اتحضر للاخضر ده تحت قيادته وباشرافه شخصيا يعني. ومن هذا الوضع احنا تحركنا وعملنا فكره كويسه جدا، عملنا رابطه اسمها محب البيئه. الرابطه دي بدات تشتغل وبدات تتواصل مع بعض الجامعات الخارجيه زي جامعه جاز بروم، ومع الحمله الكوريه في كوريا. الحمله الكوريه دي سيادتك قامت بتنظيف 800 مدينه في افريقيا وجنوب شرق اسيا، وخلتها صديقه للبيئه. ده بالنسبه وكان بيرقصها رئيس كوريا السابق يعني، والناس متعاونين، وقالوا ان احنا هناخد من مصر 50 فرد شخص هاي تكنولوجي في نفس الاسبيشاليست الموضوع يعني اللي هو خاص بالبيئه، وهندربه وهنرجعه خبير لمصر، بالاضافه لتقديم الاستشارات الفنيه وبعض الاختراعات في الحاجات الخاصه بالريسايكل اللي هي الويست مانجمنت يعني، او اعاده تدوير المواد الصلبه والغازيه والبيئيه يا فندم. في مستثمر ياباني كمان عرض مصنع كامل هديه للحكومه المصريه، بس احنا نقوم بالانشاءات او بالارض يعني. الشيء الثاني، في جامعه اسمها جامعه جاز بروم في روسيا، هي جامعه وشركه بترول طبعا، وحضرتك تعلم ان ناسفين على انقطاع الاتصال، يبدو ان في مشكله فنيه في هذا الاتصال، ان شاء الله نحاول نتواصل مره ثانيه مع الدكتور عزمي جوده رئيس المؤتمر الدولي الاول لاداره المخلفات، وايضا من ضمن احد مؤسسي مبادره محبي وعشاق الاسكندريه. هطرح على حضرتك نفس السؤال، لانه الدكتور عزمي دخل معنا في ملفات كثيره جدا، وكنا حابين ان احنا ناخدها ملف ملف، لكن فيما يتعلق في بدايه الامر، الناس احيانا خاصة 2013 ما قبله كان ظرف سياسي مضطرب، كان في نوع من انعدام الثقة تقريبا فيما يتعلق بالحكومة والقيادة اللي كانت بتحكم في وقتها، تمام، وحتى 2011 قبل الثورة. انتوا قابلتوا ده ازاي يعني؟ هل انعدام الثقة ده كان موجود برضو في بداية الأمر ولا لا؟ طيب أنا آسف، احنا الدكتور عزمي رجع معانا تاني. يا دكتور عزمي، انا بس عايز اخدها ملف ملف، لان حضرتك دخلت معايا في اكتر من ملف، ناخدها بس ملف يعني. انا اسف، ما اعرفش الشبكه. لا ما أقصد، لا 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 خالص، لا لا خالص يا فندم. حضرتك تطرقت معانا في المداخله الاولى لاكتر من ملف، تمام، يعني أيوة. اتكلمنا يعني حضرتك اتكلمت عن مبادره اتحضر الاخضر، وتطرقت لاحد المؤتمرات اللي حضرتك نظمتها وكانت تحت اشراف حضرتك بحضور دولي، لكن انا بتكلم في الاول، خلينا بس نتكلم في ما يتعلق بمبادره محبي وعشاق الاسكندريه. المبادره من حوالي 7 سنوات، ايوه تمام، انتوا بداتوها ازاي؟ وهل كانت في معوقات فيما يتعلق بانعدام ثقه المواطنين في انه حد يكون هو حلقة الوصل بينه وبين الجهات التنفيذية لمناقشة مشكلاته، ولا كان في نوع من التفاعل في بداية الأمر؟ والله احنا اتحركنا من خلال معهد البحوث بالاسكندرية، كان معانا الدكتورة أمل فرحات، دي أستاذة برضو في البيئة وفي الهاي تكنولوجي الخاص بموضوع الريسايكل، ومعانا وكيل وزارة الزراعة الدكتور البخشوان، عنده فكرة اللي هي السماد العضوي، اللي هو حضرتك بدل ما نعمل وقود ونستخدم وقود اللي هو البترولي، النهارده قال قش الرز هيبقى وقود حيوي بديل لاستهلاك المواد البتروليه، ده موجود معانا. احنا بنشتغل بشكل فردي يعني، احنا وتوجهنا قابلت السيد الوزير محافظه الاسكندريه اللواء محمد الشريف، وكان متعاون معانا جدا، وقال والله انتوا اللي هتفيدوا اسكندريه وهتفيدوا البلد بمشروعات تنظف البيئه، انا ايدي معاكم وشغال معاكم وداعم لكم وسبورت لكم يعني. بس المبادره بس المبادره يا دكتور، يا دكتور أيوة. عزمي، المبادره تعتني فقط بالبيئه ولا بالقضايا الاخرى يعني؟ لا يا فندم، هو المؤتمر الدولي الاول، انا بتكلم عن اعاده تدوير مخلفات البيئه، مخلفات البيئه اللي هي الغازيه والصلبه والبيئيه يعني،
والتخلص من القمامه والزباله والاستفاده بعائد مادي واقتصادي يعود على الريسايكل عن طريق استخدام النانو تكنولوجي. وده جايه شركه المانيه هتتخصص في الموضوع ده، يعني انا هعمل ريسايكل وهعمل اعاده تدوير وهستفيد من اعاده التدوير دي بجانب اقتصادي، هشغل عماله في اشكال منزليه. كليه الفنون الجميله كمان تعاونت معانا وقالت ان احنا هنستخدم بعض النفايات وبعض الريسايكل في مواد يعني تحف جميله عن طريق المسامير وعن طريق المخلفات الصلبه وعن طريق المخلفات البيئيه. بنتحرك على اكثر من اتجاه يعني وبنجري. تمام. ولكن طبعا هل ده يا دكتور هل ده يدخل في سياق المؤتمر الدولي للمناخ مثلا؟ قضيه المناخ من اهم القضايا الحيويه اللي بدا المجتمع الدولي يهتم بيها، وعقدت مؤتمرات دوليه ب سؤال عشان برضه اسمعك. حضرتك سامعني؟ اتفضل يا فندم. طيب بقول لحضرتك، هل المؤتمر الدولي الخاص باداره المخلفات يدخل ضمن الاهتمام المصري بقضية المناخ، خاصة إنها من أهم القضايا الحيوية اللي بدأ يعتني بها جدا المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة، ولا هي لها أفكار أخرى؟ والله سيادتك أنا إحنا بنتكلم في حتة سبيشاليست شوية، يعني إحنا بنتكلم في إحنا عندنا مشكلة يا سيادة الرئيس حضرتك، بس يعني أنا عايز أنوه لحاجة، إن في بعض القصور ملحوظ للجميع، مما أدى إلى إن الرئيس أعمل مبادرة وقال ان انا عايز كل مصنع وكل بيت يحط فيه زرع وشجر ونبدا ان احنا نتخلص من القمامه. سيادتك الاماكن الحيويه في العاصمه وفي يعني في عندنا اسكندريه كانت عروس البحر المتوسط، وكانت القاهره من اجمل وافضل العواصم في العالم. اذ فجاه بعد المشاكل الموجوده المتراكمه اللي الرئيس بيقوم بحلها حاليا، يعني الرئيس بدا ب 100 صحه يعني سبحان الله، واشتغل على الهيباتايت سي، وبدا بالمشروعات اللوجستيه في مشروع الضبعه والعلمين والانفاق اللي رابطه ما بين سينا وبين مصر. الرئيس اشتغل على البنيه التحتيه واشتغل على الهيومن سورس كمان، جاب جامعات تتبع الاكاديميه الفرنسيه وبدا ان هو يطلع شباب، بدل ما كان في الخليج يقول لك المهندس ده مصري شهادته مضروبه او الفني ده كذلك او الطبيب ده كذلك. النهارده الرئيس بيعيد اعاده تدوير الطاقات البشريه لوجودها في احسن صوره. زمان سيادتك كان محمد علي بيبعت البعثات التعليميه لاوروبا ويتعلموا بالسنه واثنين، النهارده الرئيس بيجيب الهاي تكنولوجي ويبدا يطبقه في مصر. مما ادى ان هو يعني دعا لمبادره قويه جدا وقال اتحضر الاخضر. سيادتك اتحضر الاخضر دي، يعني هو بدا طبعا بالشريمتي الاخضر على مستوى الجمهوريه بال 100 مليون فدان، بدا ان هو يشتغل في الاستزراع الاماكن الصحراويه، بدا يستخدم مياه الابار الارتوازيه بدل مياه النيل، بدا يقلل شويه في زراعه الرز عشان يستفيد من الميه في زراعات اخرى. اذا هو في ريت معين. لا هي الحقيقه يعني معين. صحيح المبادره تتحضر الاخضر والقضايا التي تتعلق بالامور البيئيه في غايه الاهميه الحقيقه، وحضرتك يعني اشرت الى اكثر من جزئيه دكتور عزمي جوده، وانا بشكر حضرتك بس انا اسف يعني نظرا لضيق الوقت، وان شاء الله اكون ضيف في احدى الحلقات المقبله. شكرا لحضرتك مره ثانيه دكتور عزمي جوده، رئيس المؤتمر الدولي كل التحيه لاسره البرنامج لاداره المخلفات. الله يخلي حضرتك، شكرا يا فندم. شكرا، ارجع لحضرتك ثاني يا صحيح. التفاعل لانه الدكتور عزمي كان مصر على يدخلني في امور اخرى، يعني حتى لما دخلت معاه برضه في السياق اللي بيتكلم فيه برضه هرب منه. تم اهتمام شديد شويه بموضوع المؤتمر الدولي للمخلفات البيئه دي. تمام. ومركز عليه قوي اليومين دول. تمام. خلينا نتكلم بقى في المبادره، مدى تفاعل المواطنين معاكم في بدايه الامر كان ايه؟ بدايه الامر طبعا بعد حضرتك بعد ثوره 25 حصل في انفصام، زي ما التفاعل في البدايه كان صعب شويه. المواطن احنا مواطنين زينا اهلنا في الشارع، جيراننا، زمايلنا. بدات المبادره زي ما بقول لحضرتك بدات من الاقربين. ايه الاقربين؟ الجيران. شارعي، شارع الاستاذ محمد، شارع الاستاذ احمد، الناس اللي قامت على المبادره بدات بالشوارع بتاعتها. بالظبط. عندي مشكله، بدانا نرفع المشكله، طب المشكله اتحلت. الحمد لله اصبح في تفاعل. التفاعل ده ما تمش يعني بسرعه، لا خد وقت شويه. ليه؟ ال 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 الوقت ده اعتمد على نتيجه نجاح المبادره. طيب انا اسف ان انا اقطعك، بس القضايا اللي انتوا كنتوا بترفعوها للجهات التنفيذيه كانت قضايا عامه ولا قضايا مثلا تختص بشارع بمنطقه، ولا الموضوع كان ماشي معاكم ازاي؟
القضاء العامه في الغالب بتاخد وقت، وقت طويل قوي يعني حتى لما يتم تنفيذها. بص هقول لحضرتك، القضايا العامه هي قضايا جزئيه في البدايه، هي الجزء جزء من الكل. ومشكله المواطن الصغيره ممكن تكون مشكله عامه، لكن ما مش موجوده على السطح، مش موجوده على بالصوره اللي هي واصله للمسؤول. لان لو احنا بصينا مشكله المواطن محتاج ايه، محتاج صحه، محتاج تعليم، محتاج مرافق، محتاج نظافه في الشارع، محتاج كل ما يهم المواطن، هي حاجات بسيطه، حاجات بسيطه. المهم التنفيذ. لما جينا بدانا بمشاكل بسيطه، الشارع فيه طبعا، طلعنا من ما فيش نظام، كان في شركات اللي هي شركات النظافه اللي هي كانت مسؤوله عن رفع المخلفات في الشوارع، ما بقى فيش نظام في الشارع بعد الثوره والكلام ده كله، فبدات مثلا اقوام القمامات زادت، بدانا نرفع بقى المشاكل ديت. اعمده الكهرباء طبعا حصل بعد الثوره والكلام ده كله، اسلاك اتقطعت، كشافات فصلت، المشكله هنا اصبحت مشكله صغيره رفعناها، ولكن هي في الاساس هي مشكله كبيره. ولكن اسكندريه الحقيقه يعني من 2013 وما قبلها كان فيها مشاكل كتير جدا، قضايا تتعلق بالصرف الصحي. يعني انا مش مدرك لكل المشكلات اللي بتقابلها محافظه اسكندريه، بس كانت فيها عمارات كثيره جدا نتيجه صرف الصحه قايله للسقوط، وكانت في ازمات. انا هعرف على حضرتك بس المشكله، هاخد بس المداخله. أوكي. الاستاذ محمد من اسكندريه. استاذ محمد مساء الخير. ايوه فندم مساء النور، برحب بحضرتك وبرحب بالاستاذ حمد. الله يخلي حضرتك، اتفضل يا فندم. بس انا عايز اتكلم في نقطتين بس. مؤتمرات الشباب دي نقطه، ونقطه يعني عن محافظتي بقى، محافظه اسكندريه. انا من خلال الاستاذ حمد بشكره على مجهوداته، بشكره على المبادره بتاعته، بشكره على الشغل اللي هو بيعمله. بس انا بقول لحضرتك اسكندريه صعبه. انا بكلم حضرتك بكل صراحه، خد مني انا بقى، لان انا مواطن سكندري، انا حاسس وشايف اللي في اسكندريه. محافظتنا محافظه جميله، الحفاظ عليها بقى شيء صعب. حضرتك انا بقول لحضرتك وبوصل للسيد الرئيس السيسي رئيس بلدي، اللي انا بفتخر ان واحد زيه او رئيس زي الرئيس السيسي هو رئيس بلدنا. الراجل يعني مهتم بالشباب، الراجل ده مهتم فعلا بينا وبالشباب. انا بوجه نداء لسياده الرئيس انشاء شركه قمامه مصريه. ده نداء مشروع، انا نفسي في كده. شركه قمامه مصريه هتستغل فيها الشباب، هتشغل فيها الشباب بطرق حديثه، هيعرفوا يحافظوا على فندم. انت اصلا بتشوف اللي بيشيل الزباله، انا بتكلم الاستاذ حمد طبعا قاعد مع حضرتك وعارف الكلام ده، اللي بيشيل الزباله يعني المؤاخذه انا بقول عليها زباله، يعني انا اسف لفظ شعبي، يعني لان انا من منطقه شعبيه، انا ساكن في منطقه شعبيه، بس انا راجل يعني الحمد لله فاهم ومدرك اللي في بلدي. فانا بتكلم خوفا على محافظتي بعد يا فندم اللي هيهلك دلوقتي، هترمم في شيء صعب بعد كده اللي بيحصل اللي احنا فيه دلوقتي. انت منين يا استاذ محمد؟ من اسكندريه تحديدا. ايوه فندم. حضرتك منين؟ من اسكندريه تحديدا. انا من منطقه الرمل اكيد الاستاذ حمد عارفها. تمام. ايه ابرز المشكلات؟ انا بكلم حضرتك ان احنا عايزين بس حفاظ على مدينتنا. انا لا انا كنت بتكلم يعني ايه ابرز المشكلات اللي بتعاني منها من منطقه الرمل، هل القمامه بس ولا كان في مشكلات ثانيه؟ القمامه انا بكلم حضرتك القمامه، اعمده الكهرباء عندنا، يعني انا بكلم حضرتك وفي كشافات في الشوارع عندنا مظلمه، وحضرتك برضه بطلب من السيد وزير الكهرباء ان انت سيادتك احنا كمواطنين، انا عايز امشي في الشارع الاقي الشارع منور. الاستاذ حمد بيقول لك بعد الثوره احنا بقى عايزين نغير مفهوم بعد الثوره، خلينا نتكلم بكلام يحصل على ارض الواقع عشان بلدنا يا جماعه. الكلام من غير افعال ملوش لازمه. انا اسف يعني ان انا بطول على حضرتك. لا 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 خالص يا فندم، لا بطلع لك اللي جوايا. لا طبعا احنا لازم نفعل دورنا كلنا، انا كمواطن عليا. بس لما الاقي صندوق قمامه ارمي فيه، حضرتك بقى تحاسبني لما انا ما ارميش فيه. زي بره بترمي، يعني انت مثلا بره ضابط شرطه مثلا، يا استاذ محمد لو حد رمى حاجه ادفع غرامه. طيب كويس يا استاذ محمد، صح يا فندم؟ ممكن تخلي حضرتك معايا؟ معاك يا فندم. طيب انا هوجه سؤال لاستاذ حامد، بس يعني مشكله زي دي بتتعاملوا معاها ازاي؟
بص يا استاذ محمد، تحياتي لحضرتك طبعا ولصراحه كلامك. يعني احنا كلنا عايشين المشكله اللي انت عايشها ديت، بس عايز اوجه حضرتك بس ان في نقطه، ان شركه نهضه مصر حاليا المسؤوله عن رفع القمامه اللي موجوده في اسكندريه، الناس متعاونين على اقصى مدى الحدود، يعني الناس مش بيأثروا معانا في اي حاجه. فرفع يعني حضرتك لو انت بعت المشكله بتاعتك في اي وقت على اي مكان، في حاليا دلوقتي عاملين جروب اسمه اعلام نهضه مصر. اعلام نهضه مصر ده مفتوح للجميع، الناس اللي عنده شكوى في اماكن الزباله بتروح الشركه على طول ترفعها. ده رقم واحد. انا اسف، هو جروب ايه؟ فيسبوك ولا جروب ولا في فيسبوك وواتس؟ تمام. موجود. اسمهم ايه؟ شركه نهضه مصر. شركه نهضه مصر، ايوه. طيب اقول يا استاذ محمد الحاجه الثانيه، حضرتك بتقول عايز شركه، الشركه دي شركه نهضه مصر هي شركه من شركات المقاولين العرب، وانت حضرتك عارف بعد شركه اونكس الفرنسيه اللي كانت موجوده. ايوه مظبوط كده. احنا بس ان شاء الله هنكتب بس اسم الجروب على الشاشه عشان الناس تتواصل معاكم وتتفاعل معاكم. مفيش مشاكل. بس ايه الرقم اللي بيتواصلوا من خلاله؟ هو بيخشوا على في الواتس على محبي وعشاء اسكندريه، او على الفيسبوك جروب محبي وعشاء اسكندريه. تمام. محبي وعشاء اسكندريه. انا استاذ حمد، انا مش معترض على شركه نهضه مصر. انا عارف الناس دي شغالين وكل حاجه، بس انا بتكلم في نقطه انا عايز بس اكلم حضرتك فيها يا استاذ حمد. فضل. ان هي انا عايز تفعيل لدور الشباب. دور الشباب هيبقى اقوى يعني لما تبقى شركه مسؤوله عليها مثلا وزاره معينه او هيئه معينه، يكون الرئيس السيسي من يعني حاجه زي وزاره. فندم انا قصدي القمامه في مصر. طيب معلش شركه، صدقنا يا فندم احنا محتاجين عمل اكثر من كده. طيب يا استاذ محمد معلش هسال حضرتك موضوع مؤتمرات الشباب لو تسمح لحضرتك. انا هسال بس حضرتك سؤال واحد بس عشان بس ان ما نخرجش عن سياق الموضوع. دلوقتي انت حضرتك شايف في تغيير في اسكندريه ولا مش شايف؟ كمواطن؟ انا كمواطن سكندري خلي بالك بس عشان انا مش شايف. لا انا بحدد لك بس حضرتك. انا بحدد لك منذ تولي المحافظ السيد اللواء محمد الشريف، انت شايف في حاجه اتغيرت في اسكندريه ولا لسه؟ بص يا فندم، المساله مش تغيير محافظين. اولا اسالني على اعضاء مجلس الشعب. تمام. اسالني بقى انا على اعضاء مجلس الشعب اللي انا اشكيله يا فندم. احنا مفيش حد يا فندم. بص في انا واحد بكلم حضرتك، اعضاء مجلس الشعب اللي كنا في الانتخابات، احنا لحد دلوقتي عايزين نتكلم مع اعضاء مجلس الشعب، نقول لهم مشاكلنا ايه، ونقول ونعيد ونزيد. احنا مش عارفين نتكلم يا استاذ محمد. بس يا استاذ محمد اعضاء مجلس الشعب الاول، العضو عن منطقتي، لما اشوف اتكلم معاه عشان هو يوصل لحضرتك يا استاذ محمد. لكن انا ما بشوفوش يا استاذ محمد. بتكلم في يعني انا يا فندم محمد طبعا، دي بس رساله بوصلها لبلدي ولمحافظتي وليك، وبحترم حضرتك وبقدر حضرتك ان في ناس زيك بتعمل كده، وهو ده الصالح العام. ما هو احنا عايزين البدايه تكون من عند الشباب، يعني من بدايه زي حضرتك قلبك على البلد وقلبك على المحافظه. لا احنا نشكر استاذ محمد الاول وهنرجع انا مع حضرتك، بس انا عايز اعقب في جزئيه صغيره، انه مساله التعميم في حد ذاتها مرفوضه. بمعنى ان انا اجي اعمم بانه كل اعضاء مجلس النواب لا يتواصلوا في محافظه كامله بحجم محافظه الاسكندريه، احدى عواصم الدوله المصريه، يعني اسكندريه ما هيش مجرد يعني محافظه عاديه، لا ده احدى عواصم بالفعل الدوله المصريه. ما ينفعش ان انا اجي اعمم النظره السوداويه في مساله عدم التواصل مع كل اعضاء مجلس النواب بهذا الشكل. في اكيد ناس بتتواصل، ربما في ناس بعض الناس مقصره، وفي كل الاحوال هي تجربة، وإن شاء الله خلال أشهر هيبقى في تجربة نيابية أخرى، واختاروا الناس بالفعل اللي تمثلكم، يعني اختاروا الناس اللي تمثل الشعب السكندري بشكل جاد وبشكل حقيقي، واللي عنده القدرة على التواصل مع الناس بجد، واللي قدم حاجة أو اللي عنده نية إنه هو يقدم حاجة من خلال برنامج يقدمه لحضراتكم. يعني أستاذ حامد، يعني الأستاذ محمد برضو مسألة تفريع المشكلات، يعني انا شايف ان حضرتك قبل حتى الاتصال كنت بتتكلم في مساله القمامه المشكله دي، والاستاذ محمد علق على هذا الموضوع. مفيش مشكلات اخرى يعني بتعاني منها؟ لا طبعا في مشكلات، يعني في مشكلات طبعا. يعني ابسط حاجه انا كنت هكلم حضرتك قبل المداخله التليفونيه دي، طبعا حضرتك شفت احنا اسكندريه تعرضت لنوه مناخيه
صعبه جدا. وكميه مياه مش عايز يعني يمكن لم تشهدها الاسكندريه منذ سنين 30 40 سنه يعني. طب احنا كنا هنواجه المشكله دي ازاي؟ الشوارع اتملت ميه طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل توجيهات السيد المحافظ وجميع القائمين على التنفيذيين في اسكندريه، تم توجيه على طول نحل المشكله. بالتواصل معاكم معانا او بالتعاون معاكم؟ بالتعاون معانا. في طبعا ان احنا كنا فاتحين من خلال الجروبات اي حد في اي مكان في مياه كنا على طول في مشاكل بتتبعت خط الساخن لشركة الصرف الصحي دي على طول باستمرار 24 ساعة مع السادة رؤساء الأحياء موجود بيوجهوا على طول للشكوى وترفع على طول، بتوجه غرفة الطوارئ أو القائمين على العمل بحل المشكلة. والحمد لله اسكندرية مرت بسلام في النوة دي من ضمن المشكلات الكبيرة اللي هي قابلتنا في الأيام الأخيرة دي، مشكلة المية الزيادة اللي كانت من الأمطار. في مشاكل تانية بيقابلها المواطن زي اللي اتكلم عليه الاستاذ محمد دي، الكشافات اللي هي في الاضاءه في الشوارع، وده كل مواطن من حقه انه يكون ماشي في الشارع امن، يعني يكون في اضاءه وراجع بالليل، اولاده بيرجعوا من اماكن في وقت متاخر، ودي احنا شغالين على الملف ده برضه. طب عد لي ابرز المشكلات اللي بتجيلكم من خلال الجروبات. يعني ابرز المشكلات بيبقى صرف صحي، تمام، الكمامه، تمام، الكهرباء، دي ابرز المشكلات. دي ابرز المشكلات اللي بتقابلنا. طيب انتوا بتتعاملوا ازاي مع المشكله؟ يعني قول لي الف ب، احنا بنستقبل الشكوى. احنا بنستقبل بص الف ب، احنا بنستقبل الشكوى من المواطن سين صاد طبعا بيسيب رقم تليفونه وبيسيب الشارع اللي هو فيه المشكله. بنرفع للمسؤول ان كان خاصه بالقمامه، خاصه بالكهرباء، خاصه بالصرف الصحي، بنرفع الشكوى على طول. بيحصل تواصل ما بين المسؤول والمواطن. مش معانا بقى. ازاي التواصل؟ برقم تليفونه. طب يعني هما بيتواصلوا معايا؟ بيتواصلوا معايا، حضرتك موجود في الشارع الفلاني في الحته الفلانيه، طيب في غرفه في سياره مثلا طوارئ جايه لك. نحل المشكله، احنا بقى دورنا هنا بنوصل المشكله اتحلت ولا لا عن طريق المواطن. حلو، يعني انتوا بترجعوا تاني. نرجعوا تاني او هو يتصل علينا. تمام. ايوه احنا الحمد يعني لله المشكله اتحلت. بيبقى في متابعه. في متابعه طبعا. تمام. لان المشكله لازم تتحل. تمام. وبفضل الله يعني في تعاون لابعد الحدود بصراحه، يعني بيننا وبين التنفيذيين ناس متفاهمه جدا، ان احنا في الاول والاخر احنا في عمل خدمي ولا نبتغي الا وجه الله فيه، ان احنا كلنا لان انا ممكن اكون مكان المواطن ده اللي محتاج المشكله. انا معايا مداخله برضو يعني من الاستاذ محمد جمال من الاسكندريه. استاذ محمد مساء الخير. السلام عليكم. مساء الخير. تحياتي لحضرتك والاستاذ حامد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. كنت عايز بس اعلق بعد اذنك على الـ الاخ اللي كان لسه عامل مداخله من شويه. بصراحه يعني احنا خلال 5 سنوات عدوا لأن في مشروعات جامده في اسكندريه، بالنسبه للمحاور، بالنسبه للترع، بالنسبه لمشاريع اسكان للعشوائيات، بالنسبه لطرق بتتعمل، بالنسبه لكانت مباني من ايام الثوره عددها ما بيستحملش السكان الخدمات اللي كانت موجوده. لا، في انجازات وفي شغل وفي ناس شغاله، وبرضه لازم نراعي احنا طالعين من ايه؟ والوقت اللي احنا فيه ده وقت عامل ازاي؟ احنا عدى في الفترة اللي فاتت بس خلال السنة اللي احنا في اعياد للاخوة الاقباط، الاعياد دي كانت بتعدي لازم يكون في للقمامة دور والناس اللي شغالة، وكان في عز الشتاء وفي عز النواس برضه لازم دي تتقال ودي تتقال. انما انا شفت هو مبدأ معدومة تماما الاخ اللي كان بيتكلم. استاذ محمد، انا متفق مع حضرتك في مبدا الانصاف، بمعنى انه اذا كانت في مشكله نقول ان في مشكله، واذا كان في مشكله تمت معالجتها نقول برضو انه كان في مشكله يعني وتم فيها انجاز مثلا عدد من المشروعات فتحلت. تمام. انا مع ده، ولسه من شويه بقول انه مبدا التعميم في حد ذاته مرفوض، التعميم على انه كل الدنيا سوداويه ده مرفوض، ومش كل الدنيا ورديه، لانه كله عارف انه
بطبيعه الحال في مشكله، يعني عادي في مشكلات، بس احنا ازاي نواجه هي المشكلات. تمام. فاحنا الحقيقه سؤال بس يا استاذ محمد، انت سمعت عن مبادره محب وعشاء اسكندريه؟ مبادره ايه حضرتك؟ الصوت مش واصل قوي. محبي وعشاء الاسكندريه. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم. تمام. فكرت ان انت تتواصل معاها قبل كده؟ يعني تختبر على الاقل. استاذ محمد انت معايا؟ معلش ما سمعتش حضرتك. لا لا حضرتك 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 المبادره بتستهدف ان هي تتواصل مع المواطنين لحل مشكلاتهم من خلال ان هي تتواصل مع الجهات التنفيذيه. تمام. حضرتك انت فكرت قابلتك مثلا مشكله قبل كده، مشكله شخصيه، مشكله عامه، مشكله في منطقتك، فكرت ان انت تتواصل مع جروب المبادره او مع احد اعضاء المبادره لحل المشكله دي ولا لا؟ حضرتك لو دخلت على الصفحات دي هتلاقي الشوارع بالمشاكل، بالحاجات اللي بتقابل سكان زي حالاتنا في مناطق زي مثلا العجمي، زي المناطق الشوارع الجنوبيه، زي الاحياء دي، بيتواصلوا على قد ما يقدروا، ومنين بنواد الشعب في التواصل، والصور بتنزل بتاعت مثلا كشافات للاناره، شوارع كان فيها مشاكل في الصرف، في استجابات غير الاول. حضرتك احنا كنا بنمشي في الشوارع اللي ما تقدرش تعدي منها، دلوقتي احنا ما بنلاقيش المنظر ده. يعني لازم نذكر برضه دور الشباب ودور المؤسسات ودور الجمعيات. يعني احنا بنقول احنا نعم في سلبيات بس في ايجابيات. على صحيح. على قد ما اسكندريه بتمر بمرحله هتبقى فيها مشيئه ربنا محافظه ثانيه خالص، والمحاور من اسكان المحاور اللي بتعمل دي حضرتك هتخلي اسكندريه ما فيهاش ازمات مريه ولا. فلازم نقول دي ونقول دي، واللي يقدر يعمل حاجه يعملها ان شاء الله. وانا انا بشكر انا وتحياتي لحضرتك وتحياتي لاستاذ ربنا يخليك. متشكرين جدا يا استاذ محمد على هذه المداخله. حضرتك عايز تساله في حاجه؟ لا ربنا يخليك، ده هو الراجل يعني الراجل انصاف، الراجل مش انصافنا، والراجل اكيد اتصل علينا وحللنا مشكله. اصل احنا مش يعني احنا المشاكل بتجيلنا كتير. يعني هو ذكر منطقه العجمي طبعا، وزي ما قلت لحضرتك ان البدايه كانت للمبادره ومحب وعشاء اسكندريه دي كانت بدات غرب اسكندريه. وكانت من ضمن العجمي، ان العجمي كان فيها شويه مشاكل قد ظهر شويه، والحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى على قدر المستطاع بنقدر نتواصل مع المسؤولين التنفيذيين هناك والناس كلهم. يعني انا مش عايز اسمي حد لان عشان ما انساش احد من التنفيذيين، يعني كلهم على قدر من التعاون وحب للاسكندريه وحب للعمل بتاعهم. تمام. ناس يعني بصراحه انا مش بس انتوا قصرتوا في حاجه. اتفضل. يعني خليني بقى اوجه لك. اتفضل. لا يا فندم. اولا انه اعلاميا لم يكن على قدر المستوى في مسألة تعميم هذه الفكرة، بحيث أنه ربما هذه الفكرة نجحت في بعض المناطق في الأسكندرية، ربما لم تصل إلى كل المحافظة. كان يجب تسليط الضوء عليها رقم واحد، لأنه ممكن تبقى في محافظة أخرى ممكن تكون على مستوى الجمهورية يتم توسيع الفكرة، بحيث أن احنا بقى عندنا مجموعة شباب فعلا تخدم الناس بجد وتخدم البلد بجد. طبعا بوجود برضه نواب مجلس النواب، بوجود الاحزاب السياسيه، بوجود الـ 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 الاطراف الفاعله في العمليه السياسيه في البلد. انا لا انكر، معلش مع احترامي، لا انكر دور اعضاء مجلس النواب وكل على دائرته، يعني كلهم في مكانه، يعني انا لا انكر دورهم لان هم بيأدوا ما عليهم، ولا انا مش بعمم على اللي انا اعرفهم يعني بصراحه. تمام. ربنا. تمام. مش مقصرين. اللي بيطلب منهم بيتعمل. يعني هقول لك على سبيل المثال، غرب الاسكندريه شهد طفره تغيير كويس في 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 المرافق، ودي طبعا بالتعاون مع نواب غرب، نواب اسكندريه معانا. يعني احنا بنحتاج اي حاجه بنروح لهم. الناس معانا على الجروب، ودي حاجه يمكن انا ما كنتش ذكرتها، بعض النواب معانا موجودين وشايفين المشاكل اللي احنا ما بنقدرش، لان احنا طبعا ما لناش غطاء شرعي. يعني ومن هو له الغطاء الشرعي غير اعضاء مجلس النواب حاليا؟ لا الغطاء الشرعي
والاقوى شرعيه هو المواطن. المواطن انا معاك من مع حضرتك. طيب انا لما بخش هناخد مواطن. طيب اوكي. الاستاذ وائل من اسكندريه، مساء الخير. مساء النور يا سؤال. ألو. بس هستاذنك بس توطي التلفزيون معلش عشان بس بيعمل صدى صوت. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك وائل من اسكندريه يا فندم. ازيك يا سؤال؟ مع حضرتك اتفضل. انا والله كنت بحب بس اشكر الاستاذ حامد اللي انا قبل كده كانت في شكوى عندي وهو حلها لي بالنسبه للاضاءه. الاضاءه؟ اه تمام. حلها لك ازاي؟ يعني قول لي قول لي قول لي انت تواصلت معاهم ازاي؟ في اسكندريه؟ اه وفعلا بالفعل يعني بعت لي الناس اللي هي المسؤوله عن الاضاءه وعمل لي الاضاءه. تمام. دي كانت مشكله، مشكلة شارع ولا مشكلة بيت ولا حي ولا ايه؟ لا مشكلة شارع. شارع النورة بتاعت العواميد بتاعت الشارع. تمام تمام. هل في مشكلات أخرى تواصلت معاها ولسه ما حصلش نتيجة فيها ولا لا؟ ما لا هي دي كانت التجربة يعني الوحيدة. بصراحة بأمانة الله يعني بأمانة الله يعني جهد مشكور من الزملاء كلهم. طبعا أنا بشكر حضرتك يا أستاذ وائل جدا على المداخلة الجميلة. طيب استاذ حامد، اتحضر الاخضر حضرتك مشارك فيه؟ انا من ضمن المنظمين اللي اتحضر الاخضر. منظمين؟ اه تمام. منظمين بس عايزين يعني انا كنت انا والاخ محمد حسين زميلي محمد حسين معايا في الجروب وداخلين منظمين مع الدكتور عزمي جوده في التنظيم يعني. ولكن هو القائم على المؤتمر ده كله الاستاذ الدكتور عزمي جوده. تمام. اتحضر الاخضر بقى شقه جدا يعني. يعني الناس ممكن يكون شايفينها ايه ده حاجه بسيطه. لا دي شقه. لكن انا شايفها شقه اكتر من محب وعشاء اسكندريه كمبادره. اتحضر الاخضر الموضوع كبير، الموضوع زي ما انت حضرتك قلت ايه، هل القضيه بسيطه ولا قضيه عامه؟ لكن انت لو بصيت ان دي مبادره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي و السيد الرئيس يعني بصراحه مصر فعلا السيد الرئيس جه في وقت مصر كانت محتاجاه فعلا. ودي تمكين الشباب واللي اتكلمنا فيه ده، دي كانت اللي عمله السيد الرئيس نتائجه حاليا بتظهر. صحيح. يعني احنا يعني احنا عندنا مثلا حتى في التغييرات الاخيره اللي حصلت نواب المحافظين وفندم والمحافظين من الشباب. صحيح. احنا عندنا ناس اصدقاء بسم الله ما شاء الله نواب محافظين دلوقتي شباب، وفي مساعدين وزراء. في مساعدين وزراء. صحيح. وفي تمثيل نيابي في الانتخابات البرلمانيه اللي جايه. ايوه. في تمثيل نيابي للشباب، في تمثيل طبعا للمراه وذوي الاحتياجات الخاصه والمصريين في الخارج، ولكن نتكلم في الشباب لهم تمثيل نيابي في مجلس النواب، لهم تمثيل نيابي في مش تمثيل نيابي ده هم كلهم هيبقى شباب من المجالس المحليه، وده يبقى عدد اعضائها يتجاوز على مستوى الجمهوريه ما يزيد على 50,000 عضو. فاحنا بنتكلم في انه الادوات الرقابيه والادوات التشريعيه والادوات اللي بتحافظ على الاقل او بتطالب بحقوق الناس هيبقى كلها شباب. شباب عنده قدره على الحركه، عنده قدره على التواصل، وده كان مطلوب الحقيقه الفتره اللي فاتت. هو السيد الرئيس بينادي بالكلام ده وحضرتك يعني اقول لحضرتك. طبعا انا اسف، الاكاديميه الوطنيه للشباب برضه. الاكاديميه الوطنيه صحيح. للشباب. السيد الرئيس لما جه اسكندريه وشاف يعني احنا عندنا دلوقتي حاليا محور المحموديه ده صرح شريان الحياه، شريان الحياه لاسكندريه، لان احنا كان عندنا شريان واحد اللي هو طريق البحر الكورنيش اللي جمهوريه مصر العربيه عارفاه، طريق الكورنيش. السيد الرئيس بفضل الله يعني خد الخطوه ونفذ شريان الحياه ده، المحموديه ده، انفراجا لاسكندريه. احنا كنا نملك 4 كيلو متر من الكباري في الاسكندريه بس. اسكندريه كانت معروفه ما فيهاش كباري، عشان النهارده احنا دخلنا في 45 كيلو متر مربع كباري، ودي انفراجه لان اسكندريه اصبح فيها عدد سكاني كبير فمحتاجه ان احنا نفتح. السيد الرئيس النهارده بينادي بتمكين الشباب لان الشباب عنده الجهد وعنده الحركه، عنده الفكر الجديد اللي نتيجته احنا النهارده بنحصد. فالنهارده لما اتحضر الاخضر احنا ليه ما نستفادش من المخلفات البيئيه؟ المخلفات البيئيه دي ثروه. اعاده التدوير للمخلفات البيئيه دي ثروه قوميه. هنشغل شباب، هنستفاد منه ثروه قوميه، هنحافظ على البيئه. يعني هو كل دوت
نتائجه هتبان. فالسيد الرئيس لما بيشتغل على ملف زي ما الدكتور عزمي قال بيشتغل على ملف نتائجه لصالح المواطن المصري. بالتاكيد طبعا. يعني احنا قلنا انه يعني انا معلش مع احترامي انا بحب بس اتفضل. يعني النهارده يوم الجمعه، يوم الجمعه ده يوم عمل للسيد الرئيس. يوم الجمعه لازم يكون السيد الرئيس في مكان يكون فيه حاجه كده، حاجه مبهجه، حاجه مشرقه لمصر. طيب انا معلش هرجع بقى لحضرتك تاني فيما يتعلق بمصر. المبادره خدميه اجتماعيه بحته. هل لم يكن لها بعد سياسي قبل كده؟ بمعنى كان عندنا موجات ارهابيه طيله السنوات الماضيه، كان عندنا يعني ازمات ومشكلات تحتاج الى توعيه حقيقيه من خلال ندوات مستمره لتوعيه الناس باهميه المشروعات مثلا القوميه، بخطوره الارهاب، الكلام ده. انتوا شاركتوا في اي حاجه من الحاجات دي قبل كده، ولا كان الـ العمل الوحيد ليكم هو الشغل الخدمي؟ شغلنا العمل الخدمي. الخدمي. احنا بدانا بالعمل الخدمي اللي محتاجه الناس. تمام. العمل الخدمي وليس له اي بعد سياسي. بالظبط. لان احنا ما كناش، لان كنا بعد الوقت دوت ما كانش في حد، يعني كانت الدنيا يعني مفتوحه. فكان زي ما قلت لحضرتك في البدايه المواطن محتاج. فالمواطن طالما محتاج لازم ليه ما نقفش معاه؟ ليه ما يكونش يمكن انا عندي اسلوب؟ ودي بتعتمد في البدايه ما قبل 25 كانت بتعتمد على البدايه مع بعض العلاقات مع التنفيذيين. واخد بال حضرتك؟ العلاقات الشخصيه. العلاقات الشخصيه بدات كده. تمام. يعني انا اعرف تنفيذي بعلاقه شخصيه كانت ما قبل، فليه ما استفادش من العلاقه دي لصالح المواطن؟ بالظبط. لان المواطن النهارده ما عندهوش الباب اللي يخبط عليه. كان المواطن كان اللسان بتاعه، خلينا نتكلم على المواطن البسيط والمواطن بداية من عضو المجلس المحلي او عضو مجلس المحافظة او عضو مجلس النواب في التوقيت ده ما كانش موجود. فكان ما قبل ذلك كان هو اللي بيتكلم بلسان المواطن وهو بيراقب الخدمات. فالنهاردة ما كانش فيه. ليه؟ احنا مجموعة شباب قلبها على البلد، قلبها على الشارع اللي ساكنه فيه، قلبها على الدايره او المكان اللي القسم اللي ساكن فيه. ليه؟ قلبها على المواطن اللي هو اخويا واختي واهلي موجودين في الشارع. ليه ما يكونش احنا؟ فبدانا، هي الفكره بدات من كده، ان هي في الاول والاخر عمل خدمي خالص لوجه الله. لم يكن لها اي بعد. لم يكن لها اي بعد، لان كان في التوقيت بدايتها ما كانش لها اي بعد سياسي. فمشيت الموضوع والحمد لله رب العالمين. النهارده لاقت نجاح ولاقت ثقة عند المواطن من فضل الله، ولاقت ثقة عند التنفيذي. لأن التنفيذي يعلم. بس إيه العيب؟ معلش، إيه العيب يا أستاذ حامد؟ بمعنى يعني إيه العيب إن أنا كحامد عيد، تمام، أحد مؤسسي المبادرة دي وشغال أدلي أكتر من 7 سنين، يعني حتى قبل ما مجلس النواب الحالي ينعقد، إيه العيب إنه ألاقي أعضاء المبادرة بنازلين في الانتخابات النيابية، في انتخابات المحليات، ويبقى لهم سلطة شرعية قانونية للحديث باسم الناس وطرح مشكلاتهم؟ ايه الأزمة في حاجة زي كده؟ ده ما فيهاش أزمة ولا حاجة. هي ما فيش أزمة. كل من يرى نفسه، أنا حسيت إنك تخوفت من أول ما قلت إن لها بعد سياسي ولا لا. لا لا لا، مش تخوف من الموضوع. ما هو بص يا أستاذ محمد، لا، تخوفت من انطباع الناس. انطباع الناس. لأن أنا مش بخدم الناس علشان مصلحة شخصية أو بعد سياسي، واخد بال حضرتك؟ لان اللي عايز بيخدم داخل الدايره وخارج الدايره. بالظبط. اللي فيه طابع الخدمه او عنده طابع انه يكون خدوم للناس بمنصب او بدون منصب هيخدم. بالظبط. يعني في نواب باستمرار موجودين مع الناس، وما قبل مجلس النواب كانوا موجودين مع الناس، عندهم طابع الخدمه، راجل بيحب يخدم. فدي يعني ليها بعد او ليها يعني حاجه في الجينات جوه البني ادم. هو حابب يخدم، بيلاقي لذه في انه يخدم مواطن او بيخدم انسان، زي ما اي حد بيعمل خير بيلاقي لذه في الخدمه يعني. وما يكلش، اللي بيخدم ما بيكلش، ما بيتعبش، ولازم يكون صدره رحب. بس المجهود في حد ذاته بيبقى مرهق جدا جدا طبعا. واحيانا ده مش احيانا، ده الطبيعي. انت بتيجي على نفسك وبتيجي على اهل بيتك وبتيجي على حضرتك متزوج الاول؟ انا متزوج واعول ما شاء الله، ربنا يخليهم. يعني اقصد انه
بتدفع الفاتوره. بص اقول لحضرتك حاجه، كل يعني المجموعه اللي كانت معانا من فضل الله كلهم متزوجين لبدايه المبادره، وكلهم بيشتغلوا. يعني انا موظف، يعني عندي عمل، وعندي عمل نقابي بجانب العمل ده جزء تاني، وعندي شغلي العمل النقابي ده كمان خدمي ايوه. فمشكلة اكبر يعني. لا مش مشكلة والله، هو بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني الحمد لله من فضل الله اللي ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان هو بيخدم الناس من قلبه ولله، ربنا بيصل له امر. صحيح، جزاء الاحسان الى الاحسان، فهيلاقي الاحسان من الله سبحانه وتعالى. انت بدأت في العمل الخدمي ده بدري شوية سنا؟ لا مش بدري. يعني اقصد قبل المبادره كان ليك مشاركات برضه؟ هي مشاركات بس مشاركات محدوده مشاركات محدوده في الشارع، مشاركات محدوده مع الزملاء. ما انا قلت لحضرتك انها كانت بتعتمد في الاول خالص على العلاقات الشخصيه. ايه اللي دفعك؟ يعني ايه اللي خلاك تفكر، خاصه انه انا بقول يا جماعه ان انا عايز اخدم الناس بدون ما يكون لي اي طموح سياسي على الاقل خلال فتره معينه؟ ايه اللي دفعك لحاجه زي كده؟ احنا عشنا المشاكل دي، يعني احنا كنا عايشين المشاكل دي. ما انا مواطن سكندري عايش في الشارع وبنزل وبشوف ليه ما كنش بيتي عند بيتي يكون نظيف؟ ليه ما يكونش عند بيتي؟ فبدأنا بنفسينا. ما انا قلت لحضرتك ان احنا بدأنا بالحي اللي احنا ساكنين فيه، احنا كلنا في دايرة واحدة، بداية المبادرة كلنا كنا في دايرة واحدة. بدأنا نحل المشكلة في المحيط بتاعنا، بدأ المحيط يكبر شوية، تطرقنا بقى لشوارع جانبيه وتطرقنا. انتوا دلوقتي تمثلوا كم المحافظه؟ تغطيه المبادره، هي تغطيه المبادره حاليا بالنسبه لنا، بالنسبه للتنفيذيين يمكن كل التنفيذيين معانا على المبادره على مستوى المحافظه. على مستوى المحافظه. طيب يعني المشكله لما بترفع من اي مكان فهو التنفيذي واحد. طيب تمام. لا على مستوى بقى المناطق وعلى مستوى المراكز والمدن، يعني احنا غطينا حوالي 60% من المحافظة، وال 40% التانيين في تواصل. في تواصل يعني بعد اذن حضرتك التليفون المداخلة اللي جات لنا دي من الرمل. من الرمل ديت شرق اسكندرية خالص. المكالمة اللي جات للعجمي غرب اسكندرية. اصبح في تواصل مع الـ طيب مع كل الاطراف. التحقيق بقى والتنفيذ، التحقيق والتنفيذ بيتم كله على المستوى الواحد، يعني كله بيتم على المستوى رفع الشكوى من اي مكان بتجي لنا. زي ما قلت حضرتك انت يعني اشرت الحته بتاعه التغطيه الاعلاميه او ابراز دور المبادره او المحبي وعشاق اسكندريه دي على المستوى العام. في ناس مش عارفه. صحيح، في ناس مش عارفه ده حقيقي. فانا ما اقدرش احسب النسبه نجاحها او فشلها بدون معرفتها. بس في ناس كتير بتثني عليها ومن قلب محافظه الاسكندريه. في ناس فده معناه انه في تفاعل ومسمعه على الاقل في نطاق المحافظه. وده في حد ذاته كويس. بس هل انتوا، عشان بس انا معايا دقيقتين، المعوقات اللي قابلتكم ايه؟ وايه اللي انتوا يعني نفسكم يتحقق؟ يعني في نوع من القصور فيه احنا نفسنا نعدله، في ازمات بتقابلنا، في مشكله. المعوقات اللي قابلتنا في الاول خالص هو المواطن. تخيل بقى، يعني المواطن كان بيقول لنا الشكوى ويقول لنا انتوا هتعملوا لنا ايه؟ يعني هتعملوا لنا ايه؟ ما دي من المعوقات. طبعا، لان هو مش بيبدا بنفسه، لان هو كان في البدايه ما كانش فيه ثقه. ما انا بقول لحضرتك في ازمه ثقه. في ازمه ثقه طبعا. في وقتها. فازمه الثقه دي لازم تتشال وتنتهي بتحقيق طلب المواطن. بالظبط، واخد بال حضرتك. طيب نيجي للشق الثاني التنفيذي. لما قلت لحضرتك هي بدات بالعلاقات الشخصيه، وبدات لما التنفيذي بينفذ اصبح بقى في ثقه بين المواطن والتنفيذي. تمام، بقينا احنا اصبحنا حلقه الوصل، ونجحتوا في تحقيق بفضل الله سبحانه وتعالى حلقه الوصل. اللي اتمناه ما يبقاش في حلقه وسط بشكل مباشر بس، وانا اتمنى ان انت تظل تكون الصوت الحقيقي الحمد لله للمواطنين في محافظه الاسكندريه،
في التواصل مع الجهات التنفيذيه لحل مشكلات المواطنين. انا في نهايه الامر بشكر حضرتك استاذ حامد عيد احد مؤسسي مبادره محبي وعشاق الاسكندريه، والحقيقه انه انا هذه المبادره يعني انا بعتذر عن ان انا ما كنتش اسمع عنها كتير الامانه الشديده يعني، ولكن ذهلت عن طريق التفسير الحقيقي لهذه المبادره ودرجه تفاعل الناس. الحقيقه ده يدل على ان احنا عندنا شويه شباب زي الفل، شباب واعي، امنحهم فقط الفرصه والدوله بتدعم هذا الامر وهذا التوجه. بنتمنى من كل المواطنين ان هم يشاركوا ويتفاعلوا، وشويه والشباب اللي عندنا انه ايضا يتفاعل في خدمه اهله وناسه ونفسه، لانه لما يكون خدمات العامه دي بهذه الدرجه من الكفاءه ومن الفعاليه بالتاكيد هتعود عليا انا كشخص بتواصل مع هذه الجهات لحل هذه المشكلات. انا بشكر حضراتكم جميعا على هذه المشاهده الطيبه، ونتمنى ان شاء الله ان نلتقي على خير في حلقات قادمه. شكرا لحضراتكم.